مباراة كان يسعى من خلالها اتحاد البوليدة تحقيق الفوز الثاني له في الموسم، لكن ذلك لم يكن باعتبار أن اتحاد بسكرة جاء معولا على العودة بالزاد ورفع سقف طموح الصعود، فكان له ذلك رغم تضييعه لضربة جزاء من قبل اللاعب مساعدية في الدقيقة 20 من اللقاء. هجوم اتحاد بسكرة ضغط ونوع في لعبه في ظل تألق الحارس بوطغا من جانب اتحاد البوليدة. رد هجوم المحليين كانت تنقصه الفعالية والتركيز وكذا الأنانية في بعض الأحيان، مما جعل المباراة مفتوحة أكثر. فضيع بوكاروم لاتحاد بسكرة من الجهة الأخرى لتنتهي المرحلة الأولى بالتعادل السلبي. الشوط الثاني بدأه مساعدية بتضييع فرصة أخرى وجها لوجه مع المتألق بوطاغا، كان ذلك في الدقيقة 57. 3 أهداف كاملة في ظرف 7 دقائق هو ما حدث في الشوط الثاني، ونعيش الأهداف التي بدأها كمال علام قائد اتحاد بسكرة في الدقيقة 59. 3 دقائق بعد ذلك كانت كافية لأبناء مدينة الورود للرد، فبعد تضييع فرصة التعديل جاء هدف الأمل في الدقيقة 62 بفضل اللاعب التواتي. الفرص والضائعة تواصلت، وبن عاشور يضيع أمام الشبح بوطغا الذي ورغم تلقيه لهدف ثاني إلا أنه كان الأحسن في تشكيلة اتحاد البوليدة. عمل جماعي لأبناء زيبان، دخيا حاتم يضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة. صعوبة المهمة زادت خاصة بعد تلقي المدافع معزيز للبطاقة الصفراء الثانية وبذلك الحمراء. محاولات من أجل العودة في النتيجة لكن دون جدوى، وعلى العكس من ذلك حمزاوي أضاف 3 لصالح اتحاد بسكرة في الدقيقة 81. فوز له وزن في ميزان التنافس على الصعود إلى الرابطة الأولى. سيرتو يعني من الناحية المعنوية، وين يعني كنا محتاجين هذا الانتصار خارج الديار، سيرتو هذا هو أول انتصار تاعنا خارج الديار، حققنا عدة تعادلات. أنا نشوف أنه كنا في المستوى اليوم رغم أنه واجهنا فريق في مؤخرة الترتيب، بصح خلقنا عدة صعوبات. المقابلة تلعبت على مراحل، رغم انه ضيعنا ضربه الجزاء طلبنا من اللاعبين انه نبقوا محافظين على التركيز تاعنا. والله الحين هكذا كي تشوف هكذا لازم تخمم على الموسم اللي جاي ان شاء الله، لان الوضعيه راهي كما يقول لك كارثيه، ما حبش تتحسن النتائج، ما حبوش يجوا. يعني الانسان كما يقول لك واحد، احنا كما يقول لك احنا طماعين، لازم علينا باش نفوزوا في المباريات اللي هم جايين، ولكن الوضعيه راهي صعيبه بزاف بزاف. يعني النتيجه يعني في ملعبك ما تفوز يعني صعيب الحال.